السكواش لعبة زي ما بنقول ليها طبيعة كده خاصة جدا في مصر، ده راجع لان احنا متفوقين فيه عالميا كمان، وده من سنين طويلة مش حاجة جديدة. يعني وصلنا ان احنا نكون محتلين اغلب المراكز العشرة الاولى في التصنيف العالمي، عشان كده الدولة قررت ان هي تكتشف المواهب في اللعبة دي من الصغر، واطلقت كمان اطلقت المشروع القومي لاكتشاف المواهب في السكواش. واعتقد ما كناش هنلاقي يعني ان احنا نستضيف يعني شخص افضل من المدير التنفيذي والمستشار الفني للمشروع، وكمان بطل مصر والعالم السابق في الاسكواش، هو الكابتن امير وجيه. يا كابتن صباح الفل. صباح الخير، شكرا يا فندم. نور الدنيا وسعداء ومتشرفين بوجود حضرتك معانا. وطبعا عايزين يعني نعرف بقى من حضرتك كده في البدايه تفاصيل الخطوه المهمه جدا اللي الدوله يعني اخذتها الحقيقه واطلاق هذا المشروع. هو طبعا يعني زي ما قلت ان الاسكواش يعني لعبه دلوقتي مصر متسيدها عالميا في رجال سيدات ناشئين ناشئات، لكن المحافظه على الرياده هي اللي كانت بتارق سياده الوزير وطبعا المسؤولين عن الرياضه في مصر. فبالتالي جت فكره المشروع القومي من الاول من توجيه طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قلنا عايزين 1000 محمد صلاح في نجاح في الكوره، وبدا اكتشاف 1000 موهبه في كل لعبه ناجحه في مصر. اتعممت اللعبه اللي وصلت الفكره وصلت ل 11 لعبه منهم مؤخرا الاسكواش. انا كنت عايش في امريكا في واشنطن لمده 6 سنين لان كنت بدخل لعبه سكواش في العاصمه الامريكيه، وكان ليا الشرف ان انا اول كمصري تحدي جديد ليا ان انا اروح هناك انشئ لعبه السكواش واول نادي في العاصمه الامريكيه. والحمد لله بعد ما خلصت البروجكت لمده 6 سنين ورجعت مصر مخصوص طبعا ام الدنيا عشان المشروع دوت بالذات، لان ده شرف كبير من الدوله انها بتحط ثقه كبيره في الخبره 30 سنه الحمد لله من خلال تولي ان انا كنت مدير فني منتخب مصر، كسبان 25 بطوله عالم مع منتخب مصر، وسافرت بره خبرات كبيره. فالحمد لله المشروع يعني هو بدا من حيث انتهى الاخرون. جميل. فعندنا يعني دلوقتي بدانا بالفكره في القاهره مركز شباب الجزيره وبورسعيد في المدينه الرياضيه في بورسعيد كاول تو فيزز. وطبعا انت عارف اللعبه مكلفه جدا، المضرب بيوصل 2000 3000 جنيه والكوره ب 60 جنيه، ممكن المضرب او الكوره بيتكسروا في لحظه لو جه في الحيط او حد يكون لسه بيجنرز ممكن ايزي جدا بيكسر. فاللعبه كانت مقتصره على فئه معينه اللي هي بتلعبها بس اللي هي تقدر على مصاريفها. طبعا انت عارف احنا عايشين دلوقتي يعني في اسره واحده وفي توجهات يعني المشروع الجمالي اللي فيه ان 20% من ال 1000 ناشئ مخصصه لاولاد ابطالنا شهداء الجيش والشرطه ودول رعايه الايتام. وده الـ 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 الفكره طبعا انت عارف ان دول امانه في رقبه الدوله في رقبه سياده الرئيس، ان ده في اهتمام بالطفل اليتيم باولاد ابطالنا اللي هم يعني بندل لهم بالفضل ان احنا قاعدين وسطين كده ان هم ضحوا براحهم عشان خاطر اننا نقدر يعني نكمل ونستمر ونتطور. فدول معافين نهائي من اي فيز خالص، وقدرنا ان احنا بدعم قوام البنك الاهلي الدكتور هشام عكاشه رئيس مجلس الاداره الرياضي وطبعا الدكتور يحيى ابو الفتوح ان هم بيدعموا المشاريع القوميه دايما بقوه. 5 مليون جنيه كبدايه للمشروع، اننا قدرنا نجيب 24 مدرب واداري وسكواش ولياقه بدنيه في التو سنترز، والعدد انا ما كنتش متصور ان هيبقى في النجاح ده بسرعه كده. احنا بقى لنا 3 شهور بدانا، الانتقال الاول كان في 126 لاعب في مركز شباب الجزيره و 186 لاعب في مركز الشباب في مدينة الرياضية في بورسعيد. لما جينا نبدأ صفصفة هنا 88 وهناك 112. بدأنا التمرين والناس بدأت تسمع وتاخد ثقة، الإعلام بدأ يكتب الحمد لله، في بان طفرة كبيرة في المستوى بتاع اللاعبين من معظم الأندية اللي بيجوا اللاعبين الجداد. عملنا انتقاء تاني الأسبوع اللي فات، جالنا دبل العدد الضعف، جالنا هنا 95 لاعب ولاعيبة، وجالنا في مركز في مدينه الرياضيه بورسعيد 122 لاعب ولاعيبه. فبقى عندنا قوام المركز كله هنا وهنا 426 لاعب ولاعيبه. ده بالراحه علينا كده يا كابتن امير، يعني انت اديتوني يعني الفرصه بقى ان انا اطلع كل التفاصيل. خد تفاصيل. لا يعني طبعا احنا يعني اكيد سعداء واحنا بنسمع ان في حاجه زي كده، بس حابين برضو نخش التفاصيل اكتر. بس كل ده قبل يعني او هيجي بعد، عايزين نتكلم عن كابتن امير الاول. الله يخليك. يعني بطل مصر والعالم في الاسكواش وحاجه كبيره جدا واسم كان كبير في عالم الاسكواش، فحابين نتكلم شويه عن ده قبل ما نخش على تفاصيل المشروع. ممكن والله طبعا يعني الحمد لله انت عارف انا دايما عندك حلم وانت صغيره بتبقى بتبداي بلاعب وبعدين بتبقى لاعب محلي بعدين لاعب دولي.
كنت كابتن منتخب مصر، كسبت يعني عندي الريكورد ارقام ما اتحطمتش لغايه دلوقتي باسم يعني بطوله الجمهوريه للرجال انا 9 مرات فايز بيها المركز الاول، كابتن مصر النادي الاهلي ده اول بطوله عالم للفرق للرجال مصر بتفوز فيها 99 كنت انا كابتن الفريق وكابتن النادي الاهلي. فطبعا يعني الحمد لله خبرات طويله غير السفر بقى بره، ان يعني كنت دايما عشان تعملي تبقي براند عالمي او تبقي ليكي بصمه واسطوره لازم مكلفه جدا على ذهنيا وان انت تبقي ملتزمه. انا يعني بقالي اكتر من 30 سنه بشتغل من 8 الصبح ل 10 بالليل، يمكن عشقي الاول وتركيزي كله في لعبتي اللي انا بحبها وان انا بديها كل وقت، عشان كده بتلاقي الحمد لله يعني دايما النتائج احسن من الواحد كان متوقع، ويمكن النتائج في مصر كمان احسن من الاول. يعني كان اسامي قليله في عالم السكواش، هنتكلم تحديدا اللي قدرت ان هي فعلا تعمل لنا بطولات عالميه وترفع اسم مصر، لكن دلوقتي احنا عندنا اسامي كتيره جدا، يعني الاجيال اللي جت بعد كده حققت فعلا ده، ووصلنا بنتكلم نور الشربيني، بنتكلم بالظبط كريم، يعني اسامي كتير جدا حققت، محمد الشرباجي واخوه كريم يعني مروان الشرباجي، اسامي كبيره طبعا. هو زي ما قلتي في طفره كل وقت، ويعني بتطور البرنامج بتاع السكواش كل تحدي. اشمعنى يا كابتن امير السكواش تحديدا في مصر، هو يا اشمعنى اللعبه دي تحديدا احنا متفوقين فيها؟ هو اللعبه دي احنا لينا تاريخ طويل فيها من الثلاثينات، احنا مش جديده، بس هو طبعا كل اتحاد بيجي بيطور نفسه. احنا من الثلاثينات كان عندنا السفير عبد الفتاح باشا عام، كابتن محمود عبد الكريم، كابتن ابراهيم امين، وكابتن جمال عبد، وكابتن عباس قائد، وكابتن عبد الفتاح ابو طالب، جمال الامير نظاره، يعني تلاقي اسامي مش عايز انسى حد كتير، بس اسامي يعني اساطير في السكواش، كابتن ابو عبد العزيز اساطير في السكواش، كابتن احمد صفوت. ده بياكد الانطباع اللي متاخد عننا كمصريين، يقول لك المصريين في حاجه في جيناتهم يعني بتخليهم متالقين جدا في السكواش فعلا. يعني ده ما احنا نقلنا الخبره دي بره، يعني لما هاجروا معظم المصريين في السبعينات في جيل كابتن عباس قائد، كابتن سعيد سليمان، كابتن احمد صفوت، راحوا انجلترا، هم اللي اسسوا يعني بدأوا يطوروا اللعبه في انجلترا. السويد كابتن عبد العزيز 12 سنه في السويد، هو اللي عمل سكواش في السويد من زيرو تو ذا توب وطلعهم ابطال عالميين في السويد. هتلاقي محمد عبد جمال عوض راحوا المانيا، جمال امير راح بلجيكا، هتلاقي يعني معظم محسن الجزيري وهشام عطار راحوا ايطاليا، خالد صبحي راح امريكا، فالحمد لله تلاقي المصريين في كل مكان. ما رحتش ليه بقى مع الناس اللي راحوا؟ انا والله يعني رحت الكويت 3 سنين ونص، فمن 2002 ل 2006 كان في برضه مشروع عالمي في الكويت، والحمد لله كلفت بان انا اكون مدير فني للمنتخب الكويتي، وقدرت في خلال سنتين اطلع بالمنتخب الكويتي الناشئين تحت 19 سنه من المركز 27 على العالم للرابع على العالم، ودي كانت طفره رهيبه طبعا جدا طبعا. ودايما لما بحقق الانجاز اللي مطلوب مني برجع بلدي اولى بيا. قريب طفره جديده كده من خلال مثلا رئاسه اتحاد السكواش؟ والله طبعا، وكل كل وقت يعني بيبقى ليه، كل مرحله ليها تطلعات وليها كده. في بالك ان انت الفتره الجايه بتفكر ترشح نفسك لرئاسه الاتحاد؟ ان شاء الله. انا ابن اللعب طبعا، يعني حضرتك انا واخد يعني كل الارقام محليه عالميه دوليه، حققت كل الانجازات اللي انا عايز اعملها. من صعب جدا ان انت من زيرو تو ذا توب بتوصل وتحافظ على القمه 30 سنه عشان كده تبقى براند، فده الوقت اللي الواحد بيحاول يرد الجميل لبلده، بحيث ان مشروع قومي اللي اتشرفت بيه دوت ان انا بشرف عليه ده هو حلمي ان انا اطلع ابطال عالم منه. دي فرص متساويه لان في مواهب كتير جدا مش مكتشفه، ما عندهاش فرصه طبعا، ما عندهاش امكانيات. احنا ده دورنا ان احنا بنروح، هنروح الاقاليم، لسه هنروح المنيا، نازلين الصعيد، رايحين المنيا، رايحين هنا، رايحين فيوم، رايحين السويس، رايحين اسماعيليه. اللعبه ان شاء الله هتبقى منتشره في المحافظات اللي ما فيهاش سكواش، وهتبدا تبقى ان شاء الله ليها يعني مردود جامد جدا على اللعب وعلى مصر. انشاء ملاعب بقى والى اخره. في ملاعب، في بنيه تحتيه جميله جدا، يعني وزاره الشباب والرياضه بجد يعني دكتور اشرف صبحي مجهود كبير جدا مشكوره. بيجي لنا احنا من غير لما الناس بدات تعرف عن المشروع، بدا يجي لنا من كفر الشيخ، عندنا ملعبين هنا، عندنا 4 ملاعب في جامعه المنيا، عندنا 3 ملاعب في السويس، بدا يبعتوا لنا الملاعب اللي موجوده، وبالتالي الوزاره بتطورها وبتجددها، وهنبدا فيها. بس احنا كل 3 شهور هنقدر ناخد مركزين عشان نقدر يعني نبدا صح ان شاء الله. طب وممكن لحد دلوقتي يقدم يعني، ولا خلاص في وقت ميعاد معين مش هيبقى فيه بقى خلاص اكتشاف للمواهب يعني هيبقى؟ لا احنا كل 3 شهور بنعمل يعني بنفتح كل 3 شهور. يعني كان في اول بدانا 15/8، وبعدين بدانا الاسبوع يعني دوت اللي فات على طول، الجمعه والسبت اللي فاتوا بدانا الانتقاء الثاني،
وان شاء الله برضه في نص يناير هنبقى في انتقاء ثالث، لان في ضغط كبير، في ناس كتير جدا محتاجه ان هي طبعا الرياضه بقت شيء اساسي دلوقتي في الثقافه، ما كانتش موجوده زمان. يمكن فكره توجه الدوله كابتن امير ساعد الى حد ما برضه الجهات المختلفه ان هي يعني تطبق ده بشكل بقى فعلي على الارض، مش مجرد بس دعايه يعني او توعيه. لا طبعا هي الرياضه هي عنوان تقدم الدول. انت بص الدول اللي بتاخد الاولمبيكس هتلاقيها كلها هي اقتصاديا وسياسيا ورياضيا متقدمه صحيح. جدا. انت في امريكا من 6 سنين موجود كل واحد او واحده حاطه جزمه الجري في شنطه الشغل، تنزل تركب حاجه لو تجري تنزل يعني بنحط شوكولاتايه بس في مصر. بصراحه انا رجعت من امريكا 2012 2018 رجعت، لا في طفره رياضيه رهيبه يعني دلوقتي. لا وانا سعيد جدا بالوعي الاهالي ده، برفع لهم القبعه جامد جدا، هم البطل الحقيقي، هم اولياء الامور. يعني في لاعبين بيجوا من اسكندريه وبيرجعوا في نفس اليوم، تخيلي انت ولي امر بيسوق 400 او 3 مرات في الاسبوع بيسوق 450 كيلو عشان يجي يتمرن تمرينه كويسه، عشان عنده حلم ان بنته او ابنه بيروح في مكان تاني خالص. ويعني لا في تضحيات، الناس عرفت يعني ايه رياضه، عرفت يعني استثمار رياضي، في دعم قوي جدا، يعني الناس بتثق في المنظومه الرياضيه ان فعلا كل واحد ياخد حقه. بمناسبه الدعم، هل التفوق المصري الملحوظ على الصعيد العالمي مسهل ماموريه جلب رعاه ومعلنين؟ كتير، لان الرعاه دول ممكن كمان يتحملوا يعني جزء كبير من الخطه اللي حضراتكم عايزين تشتغلوا عليها الفتره الجايه فيما يتعلق بالاقاليم والنجوع والقرى والكفور والنوع ده من الحاجات، يعني ممكن يبقى لهم ايادي بيضاء ويعملوا شغل هايل في هذا الاطار. طب دلوقتي يعني الاستثمار الرياضي بقى يعني موجود في معظم الالعاب الناجحه ويعني بيساعد في كل دوت الاعلام. طبعا انتوا لما تلقوا الضوء على الابطال وتغطيه البطولات اللي بتعمل في مصر واللعيبه دي بتبقى مشهوره وليها يعني صدى عند المعلن، ما هو برضه السبونسر ده عاوز، في سبونسرز بيبقى لمشاريع قوميه ده هدفه مصر اولا واخيرا. فزي مثلا عندنا في البنك الاهلي ان احنا لازم اللعبه تبقى في تساوي، في فرص لجميع اطياف الشعب، ما يبقاش حاجه مقتصره على فئه معينه، فده هدف. في حاجات تانية بتلاقيها سبونسر بيبقى تجاري، انا عايز اعلن على بطل معين عشان اتشاف في الحته الفلانيه، ففي في 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 من ده وفي من ده، كلهم في الاخر بيخدموا يعني المنظومه نفسها، واحنا لازم يبقى في الاثنين موجودين، يعني لازم يبقى في التجاري موجود وفي الاخر المصلحه بالنسبه لنا احنا واحده. طبعا احنا اهم حاجه ان احنا يبقى عندنا 99% من البلد بيلعبوا رياض، ده الاهم. استاذ ابراهيم حجاز دايما يعني هو انا بشكره جدا على دايما افكاره اللي بره الصندوق، يعني احنا لما عملنا بطوله الاهرام اول سنه كان استاذ ابراهيم حجاز، كابتن محمود، كابتن محمود الخطيب، كابتن حسن حمدي، كانت بطوله يعني عارف فكره نقلت اللعب في حته ثانيه خالص عالميا ومحليا. وبعد كده الملعب الزجاجي ده كنا بنشتريه من بره غالي جدا، الملعب الزجاجي ده كنا بنجيبه يعني من المانيا، ده لحد دلوقتي جدا. ولا لا خلاص بقى استاذ ابراهيم حجازي هو صاحب فكره انه يتصنع هنا. بالظبط، كلم بقى شركه الجريش وقال لهم لازم تعملوا لي الملعب ومقاييسه وبتاع، وصمم واتعمل واتلعب عليه بطولات ورفض الاتحاد الدولي يتابع البطولات، وصمم وخلاهم في الاخر بقى هو الرول موديل اللي في مصر. انت بدل ما تجيب ملعب ب 4-5 مليون بقيت تقدر تعمل 5 ملاعب بثمن ملعب واحد. الحاجات اللي دايما نهواند بتسعد بيها جدا فكره ان الرياضه تخدم على السياحه، والحقيقه ده متحقق الى حد كبير جدا من خلال بطولات السكواش المختلفه اللي بنشوفها بتتلعب في اماكن سياحيه شهيره في مصر زي سفح الاهرامات طبعا. زي محافظات الساحليه شرم الشيخ والجونه طبعا. فدي حاجه جميله، دي حاجه طبعا جميله، وفي نشر اللعب والسياحه الرياضيه. يعني احنا برضو عندنا يعني انا عندي في النادي اللي انا كونسلتنت فيه في التمرين في بالم هيلز، يعني طبعا انت عارفه استاذ كده لا مش اعلان ولا حاجه، ده عاشق مصر علي لا ده نادي اللي بيطلع هنا استاذ ياسين منصور ده في البورد وعاشق الاهلي وعاشق الرياضه وعاشق مصر يعني ده انت عارف ايه العمليه في بيتنا احس كده لا في بيتنا لا مستر ياسين نجيبهم معانا بقى نجيبهم مصر والرياضه فلا فبجد احنا بنعمل معسكرات في الصيف بنستضيف لاعبين وفرق من الخليج من منتخب السعوديه بيجي مثلا شهر عندنا دايما في شهر 6 يستعد للبطولات العربيه منتخب الكويت منتخب الاردن عندنا غير البلاد الثانيه بقى بيجي من هونج كونج من امريكا لان طبعا انت عارفه مصر هي بقت خلاص هي السكواش بقى مصر هي كوره في البرازيل شهرتها لا هي مصر بقت هي سكواش مصر بقى يعني هو البراند
فكل الناس بتيجي من كل حته من العالم ياخدوا خبره ويتمرنوا. الجو ما فيش احسن من كده. انت عاوزه تلعبي وتزوري السياحه احسن من كده فين؟ لو بيجوا دايما بعمل شهر في الصيف، يعني الصيف اللي فات قبل كورونا كان عندي من 12 دوله اللاعبين معسكرين معايا لمده شهر. وانا اللي بيساعدني اكتر لما بيرجعوا كله على البروفايل بتاعه، صورته في الهرم، صورته هو ده بيبعتوا دايما. انت عارف السوشيال ميديا بقى الدنيا صغيره جدا، انا بنزله الفيديوهات اللي حصلت هنا، يحط الصور، ده اللي احنا عايزينه. الناس بترجع عايزه تيجي تاني، تبقى حاجزه للسنه اللي وراها قبل ما تروح. يعني ان شاء الله كورونا دي تروح على خير، لان كان في السنه دي المفروض ان انا كنت عامله اول سمر كامب. لما نجح اول سنه كان شهر واحد عامله في جون، قلت لا انا هعمله اول سمر ثلاث شهور، جون وجولاي واوغست، ان هم يبقوا ثلاث شهور اول سمر كامب عشان الناس تبقى رايحه وجايه. وبيبقى ده طبعا خبرات كتير ودعم مادي اجنبي وسياحه رياضيه، والناس بترجع تاني صوره جامده جدا عننا. طيب لو حد بيتفرج وستيل مش فاهم يقدم فين ويروح فين، هو موهوب ولا مش موهوب، احد من الاهالي عنده ولد او بنت صغيرين عايزهم يشاركوا، يعني يوصلوا لحضراتكم ازاي؟ دي بقت سهله جدا، هي صفحه وزاره الشباب والرياضه يقدروا يخشوا عليها وكل المعلومات موجوده، ويقدروا يسجلوا على الصفحه الرسميه بتاعت وزاره الشباب والرياضه او الاتحاد المصري للسكواش. يعني هم اللينك واحد، لازم يعني هيوصل هنا، يوصل هنا بسهوله جدا، هيقدر ان هو يعني يوصل لنا. ولو مش كده مركز شباب الجزيره ده طبعا مشهور جدا، يجي على مجمع سكواش ويسال عن المشروع القومي لاكتشاف المواهب. هيخش هيسجل اسمه في الويتنج ليست، واحنا بحيث ان طبعا كل ده بيتسجل عندنا سيستم ويعني قوي جدا، بيسجل كل المعلومات بكل حاجه قبل فرصه كافيه من اننا بنفتح الاختبارات الجديده، بيبعتوا لهم عشان كله يستعد وكله يكون جاي. في اي فيز اي مصاريف هيدفعوها برضه عشان يبقوا عارفين؟ حاجه بسيطه يعني 114 جنيه حاجه بسيطه، حصه الاسكواش ب 11 جنيه ساعه ونص، بتتعمل بره ب 400 و500 جنيه، بنعملها ب 11 جنيه ساعه ونص سكواش، 45 دقيقه سكواش و45 دقيقه لياقه بدنيه مع نفس المدربين. هتساليني ليه هم بيوافقوا على الفيز دي وبيشتغلوا بيها، وهم بيشتغلوا بره في نفس المدربين ب 400 و500. حضرتك ده مشروع قومي، ده شرف بالزبط. شرف لاي حد انه يكون موجود فيه. صحيح. اللي مش موجود في اللي بيقدم خدمه بشكل مباشر، اللي مش بيكتب تاريخ ويخش ويدي بلده في الحاجه الوقت اللي بيكون مطلوب منه، ده بره الصوره. يعني الناس بتيجي بحب، فالناس بتسالني طب اشمعنى هو بيعمل هنا ب 11 وانا باخدها معاه بره ب 400؟ انت بره في برايفت كلاب. طبعا انت هنا ده مشروع قومي، احنا هدفنا كله نشر اللعبه ونطلع ابطال نقدر ان احنا يعني ندي فرص متكافئه. الصوره العامه لدنيا وعالم السكواش في مصر تبدو ورديه جدا، وخصوصا مع تالق اللاعبين وتصدرهم للمراتب العشره الاولى على مستوى العالم. لكن هل ده معناه بالضرورة أن ما فيش أي سلبيات في المنظومة؟ يعني هل في ممكن يكون في مساحة لشيء سلبي ما، ولكن الشيء ده متداري في نجاح وتألق اللاعبين؟ هو لازم تبقى يعني الواحد ما يبقاش يعني اتحاد بيجي يكمل اتحاد، لكن لازم بتعمل حاجة تفضل في طول العمر. أبطال دي هتيجي وتروح، النتائج دي هتفضل تيجي وتروح، مش هتوقف ولا عليا ولا على اللي ورايا. والاتحاد ده عمل احسن نتائج في تاريخه. والاتحاد هو مرجعيه السؤال اللي بساله لحضرتك، ان انت بتفكر تقدم او ان انت تبقى يعني رئاسه اتحاد الاسكواش، فاكيد برضو عندك خلفيه عن امور معينه انت عايز تظبطها، اشياء معينه عايز تعدلها. كريم انت قلت حاجه جميله جدا، الاسكواش مش نتائج بس، المنظومه كلها. انا ما ينفعش انا في 30 سنه متربع على قمه الاسكواش العالمي وما عنديش الا خمس ملاعب اللي اتبنوا سنه 85 في الاستاد بتمرن عليها. ما ينفعش لما يكون في قاعده مكونه من 200 300 لاعب بيتمرنوا على مكان بقى في 5000 واحد بيتمرنوا عليه، ما ينفعش. انا لازم على الاقل كل البلاد اللي عندها، طبعا ما فيش بلد في قوه مصر في النتائج واللاعبين، عندهم سنترز مش واحد. ماليزيا دي جزيره عندها اكتر من 5 6 سنترز ولا اكتر خاص بالاتحاد، بتمرين الاتحاد. هونج كونج دي بلاد تعتبر جنبنا طبعا في نتائجها يعني ضعيفه جدا. احنا يعني المفروض اننا عندنا في كل محافظه سنترز خاص بالاتحاد. يعني انا كنت مدينه الغردقه بورسعيد 6 ملاعب، دول لو في مصر هنا واو احلى ملاعب شفتها. طب ايه المشكله طالما احنا بنتكلم ان خلاص الملعب بقى ارخص، ان احنا بنصنع الزجاج بتاعه عندنا، يعني دلوقتي التكلفه بقت اقل، طيب ليه لسه يعني قرار ولا انا شايف في اهتمامات مثلا ممكن هم رؤيتهم وسياستهم بص على نتائج اكتر من بنيه تحتيه،
ممكن هم يعني دي مش شايفينها، هم شايفين حاجه تانية، ممكن حد تاني يجي انا ابقى بعمل حاجه. يعني انا ده هدفي الاول والاخير ان انا اجي عندي 30 ملعب والاتحاد فوق وفيهم جزء للعلاج الطبيعي ومثلا سمول موتيل الناس بتعسكر فيه، سيرفيس على نفسه كله كامل متكامل، بحيث ان انا ابقى شايف اللعيبه وشايف كل الدنيا تحت ايديا. طب هو اصلا ليه ده حاصل؟ يعني ازاي مصر مصنفه عالميا يعني كأقوى دولة على مستوى العالم في الرياضة دي، وأبطالنا المصريين بيتصدروا دايما كل حاجة تقريبا، أنا مش عارف أقول لك إيه ولا إيه، إزاي ده حاصل وفي نفس الوقت ما عندناش هذا الكم من الملاعب؟ إزاي ده حاصل وفي نفس الوقت برضو نقدر نقول إن لسه كرة القدم هي المستحوذة على الاهتمام الأكبر هو الملاعب وعلى الرعاية الأكبر؟ الملاعب بتكتر في البرايفت سيكتور، يعني انت كل كومباوند بيطلع دلوقتي فيه ملاعب، كل نادي خاص فيه ملاعب، يعني عدد الملاعب زاد كتير جدا 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 جدا. لكن انا كهيئه حكوميه رياضيه لاتحاد الاسكواش لا يمتلك سنتر خاص بيه زي الاتحاد الكويتي الاسكواش. يعني كابتن حسام مصيد لما كان رئيس الاتحاد الكويتي وانا كنت هناك كان لسه بيتبني المجمع، انا مشيت وهم بكملوه. اما بروح دلوقتي مجمع بتلعب عليه البطولات 8 ملاعب بسنتر كورت 4 ازاز بمتفرجين، الجهاز الاداري فوق، مكتب اجتماعاتك فوق، انت شايف العلاج الطبيعي تحت، الجيم تحت، كل الامكانيات موجوده. ده مثلا في الكويت هتلاقي زيه، في بلاد تانية هتلاقي، مش عايز اقول اسامي كتير، لكن في معظم البلاد امريكا بتبني 30 ملعب في فيلادلفيا دلوقتي هيبقى هو السنتر الاحدث والاقوى في العالم حضرتك كله. حضرتك على حاجه، احنا ممكن بس الكومباوندز الجديده بدل ما تقعد تعمل ملاعب جولف يعني وصل مصر، يعني ما احناش لعيبه جولف برضو احترامي، فخلينا نركز لان ملاعب الجولف على فكره بتكلف بشكل كبير وضخم وميه بشكل برضو مهول، فخليها ملاعب سكواش. هو طبعا يعني دي جنب دي هتبقى حلوه لان عندنا احنا ملاعب جولف بتدي شويه هي شكل يعني وانت عارف عمرو شبانه بطل العالم في السكواش طبعا الأسطورة. انا قابلته في الجونه ده بقى في منتخب مصر في الجولف. هو من ساعه ما اعتزل بيركز في الجولف وبقى دلوقتي في توب فور على مصر في الجولف، وبتهيالي ان شاء الله هيوصل لان هو يعني عارف عنده دايما سنس الموهبه ووصل لمستوى متميز جدا وفي المنتخب بتاع الجولف دلوقتي. يعني ده خبر اكسكلوسيف يعني حصري. انا ما كنتش اعرف ان هو دلوقتي بيلعب جولف بانتظام وبطولات والترتيب بتاعه بيتحسن جدا وبقى من افضل اللعيبه في مصر. ليه بقى اللي بيلعب تنس ما بيعرفش يلعب جولف؟ ما بيعرفش يلعب سكواش؟ هو الفرق بس في السوينج وهم مثلا عندهم فول ثرو كبير شويه، احنا بنلعب بالريست الايد، هم يعني بياخدوا راحتهم شويه في عشان بيبقوا كل واحد في نص ملعب لوحده، فتلاقي دايما الفول ثرو بتاعهم كبير جدا. وبالمناسبه يعني عشان الواحد يتقال عليه لعيب سكواش ماهر وحريف كده زي ما بنقول بلغه كره القدم، ايه الخصائص اللي لازم تكون موجوده عندي عشان اعرف اكون متميز في عالم السكواش؟ هو انت طبعا هو بالنسبه لصغار السن يعني من الانتقاء وكده، انت عارف كل في العاب بتبقى اساسيه، يعني كل الناس بتروح على السباحه والجمباز وكره القدم، بيقرا شقات والمرونات والحاجات، وبعد كده بيختار لعبه فرديه جنب الالعاب الاساسيه اللي هي دايما السباحه او الكوره او الجمباز وكده. بعدين نظره بقى الكوتش، يعني انا مثلا نوران جوهر اللي بطلت العالم ونمره 2 على العالم حاليا، كانت بطلت مصنف اول على العالم لغايه الشهر اللي فات، نور خدت منها بيبدلها هم كراسي موسيقيه. نوران خالها كان بطل مصر في البينج بونج، شريف الساكي صديق عمري، فكلمني مره في التليفون وقال لي انا بنت اختي عندها 6 سنين مش عارف اخليها تلعب تنس طاوله ولا تشوفها في الاسكواش. فقلت له بص يا شيري، ابعتها للمنتخب، انا بمرن المنتخب في الاستاد الوقت من كذا كذا، ابعتها بعد المنتخب هشوفها واقول لك. والله العظيم من اول لعب انا لعبت معاها وهي لعبت معاها 10 دقايق، بابا وامتها قاعدين وهي تذكر ولسه فاكره لغايه دلوقتي. خرجنا من كلمته قلت له دي كانت هتكسبني، دي هتبقى بطلة العالم، وخدها بهزار قلت له دي هتبقى بطلة العالم. عارف في حد انت عندك ده بقى الفرق، يعني دي شغلتي، يعني اللي انا بحب اضرب بص لحد اقول ده هيكم ده مش هيكم ده هيبقى كذا ده مش هيبقى كذا، وبالتالي فعلا كل ما تكسب بطولة عالم او بطولة طلعت نمرة واحدة على العالم تقول لي ما شاء الله انت قلت لي. هو يشوفني كل ما يشوفني لسه بنتفرج عليها في الاهرام، خسرت الفاينل من نور الشربيني، فبيقول لي انت السبب، انا قلت لك وفي التليفون قلت له. فدي بتبقى طبعا يعني الخبره في انتقاء اللاعبين، تعرفي انا عندي في المشروع القومي شبانه صغير، رامي صغير، براده صغير، عندي كريم درويش صغير، عندي مواهب كتير جدا. حضرتك بتتكلم عن رامي عاشور طبعا. عندي مواهب كتير جدا 6 و7 سنين بالظبط
صوره تبقى الاصل من الابطال الكبار. يا رب يا موسى عايزين ابطال تانيين ان شاء الله يرفعوا اسم مصر في الرياضات المختلفه. نورتنا يا كابتن امير. انا بشكرك بقى ومستنيكم على لعبكم سكواش، لازم تجربوا السكواش طالما بقى يعني اتكلمنا على السكواش. ان شاء الله انا ليه سالت حضرتك علشان انا بلعب تنس، فعشان كده السكواش ما بعرفش العبه. تنس انا مراتي كانت بطلت مصر وافريقيا والعرب في التنس، فشكرا لك. ده احنا نستضيفها فكده خليها تلعب يعني تنس. بس انا دلوقتي يعني اني تايم بجد لازم جربوا السكواش، لعبه ممتعه، احرقوا كالوريز فيها 1000 كالوري في اقل من 45 دقيقه. انا بقى احرق كالوري يعني صدقوني هتنبسطوا. تيجوا شغل حضرتك نورتنا وشرفتنا، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. بشكرك جدا كريم، بشكرك نوان، ان شاء الله يوم سعيد دايما علينا وعليكم ان شاء الله. نروح للتغذيه. ده موضوع مهم، وبتخيلي يعني اكيد في ناس كتير جدا عندهم اسئله ممكن يتوجهوا بيها للدكتوره انجي ابو زيد وهي اخصائي التغذيه العلاجيه، ضيفتنا العزيزه في الفقره القادمه بمجرد العوده من هذا الفاصل. اتفضل.